أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. علمنا آباؤنا أن الصلاة واجبة، وأن الصوم واجب، وأن شرب الخمر حرام، وأن الرقص حرام، وأن الغيبة محرمة، وهكذا علمنا الآباء، رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين. علمونا الواجبات وعلمونا المحرمات، ونحن بحمد الله سرنا على هذا الطريق وعلى خطى الإسلام وعلى خطى الإمام الحسين وسائر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه التجربة نحن نعيدها مع الأولاد، مع أولادنا، فنعلمهم بأن الصلاة واجبة، وأن من لا يصلي فمصيره إلى النار، وأن الصوم واجب، وأن من لا يصلي فمصيره إلى النار ويقوم بعمل محرم ويعاقب عليه، وهناك نار جهنم، وهناك عذاب القبر، إلى غيرها من التهديدات، وأن الغيبة محرمة، وأن الكذب محرم، وأن النظر إلى الحرام محرم، وأن الاستماع إلى الغناء وإلى الموسيقى محرم، وأن من يرتكب هذه المحرمات لا محالة يعاقب في نار جهنم. فيتعلم الأبناء من الآباء الواجبات والمحرمات، ولكن هل فكرنا ما هي النظرة التي يحصل عليها هؤلاء الأولاد عن الله عز وجل وعن الدين؟ هل فكرنا أنهم سيتصورون بأن لدينا رب هو يريد الانتقام من البشر، وهو يريد أن يعاقب، وأنه خلق الناس ليعذبهم، وأن من ترك الصلاة يعاقب في النار، وأن من ترك الصوم يعذب في النار، وأن من استمع إلى الغناء يعذب في النار؟ إذن الله عز وجل خلقنا ليعذبنا، هل هذه الصورة نريدها لله عز وجل في أذهان الأولاد؟ وهل هذه الصورة عن الدين هي صورة صحيحة؟ أنسينا أن الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، وأنه كما خلق النار خلق الجنة، وأنه كما خلق العذاب خلق الثواب، وأن هناك ثواب لمن يقوم بالواجبات ويترك المحرمات؟ هذا مطلب مهم أيها الأحبة. ما هي الصورة التي نعطيها عن الدين للأبناء في الصغر لكي تبقى عندهم في الكبر؟ وهل لا استبدلنا هذا الأسلوب بهذا الأسلوب بأسلوب آخر، وهو الأسلوب الذي يحبب الله إلى الأولاد، أن نعلمهم عن رحمة الله، عن رأفة الله، عن جنة الله؟ وهل أبدلنا هذا الأسلوب التهديدي الذي يواعد الأطفال الصغار بنار جهنم، استبدلناه بأسلوب يفهم لماذا صارت الصلاة واجبة، ولماذا كان الصوم واجبا؟ أليس يشعرنا بأن الجوع شيء مرير، وعلينا أن نساعد الفقراء لكي لا يشعروا بهذا الشعور؟ ولماذا صار الغناء محرما؟ أليس لأنه يأخذ العقل إلى عالم آخر، بينما العقل هو حرم الله، وأن القلب حرم الله فهو مخصص لله عز وجل؟ ولماذا أن شرب الخمر حرام؟ أليس هو يأخذ العقل هذه الهبة من الله عز وجل يأخذها؟ فإذا بدلنا هذا الأسلوب التهديدي إلى أسلوب تفهيمي، سرعان ما نجد أن الأطفال يقتربون إلى الله عز وجل بإرادة كاملة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.